جماعة الحوثي توجه دعوة عاجلة لمحافظ مأرب العرادة وتمهله 48 ساعة فقط. لنشاهد التفاصيل. وجه جماعة الحوثي دعوة جديدة لسلطان العرادة محافظ محافظة مأرب شمال شرقي اليمن. وقال محافظ مأرب المعين من قبل الجماعة الحوثية علي طعيمان في تصريحات لقناة الميادين أنه مستعد للجلوس مع العرادة إلى طاولة واحدة، إما في مديرية الجوبة وإما في صرواحة، للبحث في مبادرة وقف الحرب في مأرب. وأضاف أن قواتهم تتموضع حاليا على مشارف مدينة مأرب عاصمة المحافظة، وينتظرون الرد على مبادرة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، مؤكدا أنه إذا لم تلقى المبادرة تجاوبا فالجيش وقواتهم قادمة لتحرير ما تبقى من المحافظة على حد تعبيره. وزعم طعيمان أن قوات الحوثيين تسيطر على 85% من محافظة مأرب وتبعد عن المدينة نحو 6 إلى 7 كيلومترات. ورفضت الحكومة الشرعية مبادرة قدمتها جماعة الحوثي لإيقاف القتال في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي البلاد.